قلت له هي عرفنا هادشي بالليل، عرفنا ملي الولد صغير كان عنده شي 19 و20 سنه، ما غاديش نقبلوها الصراحه. علاش؟ ما اللي دار ماشي مزيان، بحق حنا مسلمين وبغينا نوريو الناس من الاسلام. كيقول لنا خصك كومون دي باردوني، تسامح. والولد باقي صغير، ما غاديش نحكموا عليه ولا ندبحوا ولا شي حاجه. دار غلط، دينا حنا الشكاره ديالنا يمكن على البوليس، والولد لا يسامح. الشهر ديال رمضان حنا غنبينو، حنا مغاربه وحنا مسلمين كنسمحوا الراسيسم، ما غاديش نقبلوها. بحال واحد يمكن عمره ما خرج من بلاده، ما كيعرفش شنو هي الاسلام، ما كيعرفش شنو هي العرب. حنا اكثر اللي نقدروا نبينوا دابا اليوم يعرفوا شنو هي مسلمين. نقولوا اون لي باردون، الله يسامح، باش تا هو عنده اونكور اون في ابخي هاد الشيء، ما يكونش تا هو حياته كامله يقول دولموني ولا شي حاجه. دير غلط، طلب مسامحه. من بعد كاين لو كوتي جوريديك، بحال حنا انا كمدرب وكالفرقه وكمغربي نقدر نهضر على مسلم و فالي دير مسكين اون لي باردون و نترام والو. وان شاء الله الا باغي يجي عندنا يشوف كي دايرين المسلمين وكي دايرين المغاربه وكي دايرين رمضان ويحس بيا، مرحبا. حنا اوني با كانكان كي با تابي، الا في ايغور اون لو اكسبيكي لي شوز ولا يسامح. وهذا من المغاربه والمسلمين. شكرا لكم.